السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بصحة وسعادة وهنا وراحة بال. النهاردة عملنا بلح الشام، بس ان شاء الله هعمله قدامكم عملي علشان النور قطع. فعملت دول وهقول لكم على المقادير اللي مستعجل عايز يعمله من غير بيض. المقادير: كوباية مية على النار غلت، وبعد كده نزلنا كوباية الدقيق معاها معلقة خل ومعلقتين دي سميد ده هو البسبوسة، رشة ملح ومعلقة سكر. قلبنا الخليط كويس لحد ما تقل معانا، وبعد كده عجناه ضربناه بالمضرب أو اللي هو العادي، وبعد كده شكلناه بكيس الحلواني. والمقادير: العسل كوبايتين سكر كوباية ونص مية. دي كل المقادير. ساعدتني فيه جنى. بص يا اصحابي، احنا عملنا دلوقتي بلح الشام وزلابي احلى. بص يعني مش ما فيش زيت كتير وما فيش سكر كتير، يعني احنا عملنا يعني حاجه يعني عقليه ليك عشان انت تشوفوا، ويا ريتكم تشتركوا في قناه يا اصحابي، وانا والله بحبكم قوي. ابعتوا لي لايك وشير لو عجبكم الفيديو، واستنوا الجزء الثاني. واستنوا الجزء بارت 2. لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده ابعتوا لي لايك وشير عشان يوصل للغير. ومعاكم عبد الرحمن. ما تعملوش لحد تاني وسير. اكلات سهله وبسيطه. اسيبكم في رعايه الله وامانه. بصوا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شايفين مقرمش ازاي؟ بقطعت جنى عماله تاكل فيه مش ساكتة. والله عاجبني قوي يا اصحابي. شايفين العسل اللي جواه، يعني مش سكر كتير، يعني احنا مقدرينكم قوي. يعني اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.